اتفقت مع الفنادق اللي هي في شرم الشيخ والغردقه ان احنا نخفض الاسعار بعد انتهاء مبادره وزاره السياحه مصر في لبنى. كانت وزاره السياحه بتدفع لي 500 جنيه على كل سائح داخلي بيروح الغردقه او شرم الشيخ، و700 جنيه على كل سائح كان بيروح الاقصر واسوان. فوزاره السياحه وقفت هذه المبادره من سنتين، لكن احنا استمرنا فيها وكلمنا كلمنا الفنادق، قلنا لهم احنا بالنسبه لنا هنخفض وسائل النقل، هنخفض تكلفه النقل، يعني هنخفض تكلفه الربح بتاعنا، وهم هيخفضوا لنا الغرف بحيث ان احنا نعمل نستعيد ال 500 اللي كانوا بيدفعوها لوزاره السياحه، نستفيد منهم يعني نخفض احنا حوالي 300 احنا والفنادق، بحيث ان برضو يبقى فيه. فاحنا عاملين يعني رحلات كويسه جدا. لكن انت تتخيلي ان الرحله ب 1600 جنيه 4 ايام بثلاث ليالي، انتقالات، اقامه، اكل، شارب، نايم، 3 4 ايام، يعني ارخص ما يقعد في بيت. فعشان كده عندنا اعداد كبيره جدا، عندنا سياحه اليوم الواحد برضو، عملنا اتفاقيات مع وخصوصا مع محافظة بني سويف، محافظ بني سويف الدكتور مهندس شريف حبيب، راجل جميل جدا وراجل متعاون جدا. وحطينا يعني هو لسه بعت لنا جواب ان احنا حطينا محافظة بني سويف على الخريطة السياحية، ان احنا كنا بنبعت لهم اتوبيسات، ان احنا في اليوم ممكن 5 اتوبيسات في السياحة الدينية، عندهم هناك كنائس وسياحة دينية كويسة جدا. فكنا بنبعت لهم اعداد كبيرة جدا لبني سويف، وكذلك الفيوم في اماكن جميلة جدا الناس مش عارفاها، اسكندرية، العين السخنة، الحاجات راس سدر، الحاجات القريبة دي، والاسعار 200 جنيه اللي بيروح يجي ويروح 198 جنيه بالظبط. المكان لا حسب المكان بيتراوح بقى، يزيد 10 جنيه ينقص 10 جنيه يعني حسب البتاع. انما يعني بني سويف بالذات 198 بيروح بالانتقالات في وجبه غداء في مطعم هناك، ويشوف المزارات اللي في بني سويف، هرم ميدوم، الكنائس اللي موجوده هناك، الاماكن المفتوحه. حتى المحافظ عمل حاجة جميلة جدا هناك، يعني أرجو إن كل المحافظين برضو يتبعوا هذا الخطى، إنه جمع الناس اللي موجودين وعمل الأعمال اليدوية اللي بتشتهر بها المحافظات. يعني كل بيت مثلا اللي عنده بيعمل أعمال منزلية، اللي بيعمل أكل، اللي بيعمل فطير، اللي بيعمل مش عارف إيه، فابتدوا يعملوا زي معرض كده، والرحلة تروح هناك تشتري الحاجات دي.